أطلق محبي شيرين عبد الوهاب هاشتاغ كلنا شيرين اللي تصدر قائمة الأكثر تداولاً على تويتر في مصر، وتفاعل معه عدد كبير من الناس على السوشيال ميديا ليدعموها ويساندوها من بعد ما انتشر تسجيل صوتي مسرب مدته 11 دقيقة منسوب لوالد حسام حبيب انحكى فيه عن أمور خاصة عن العيلة أثارت خلال الساعات الأخيرة جدل واسع. هالضجة على مواقع التواصل الاجتماعي خلت والد حسام حبيب حسين حبيب ينفي صحة التسجيل المنسوب إله، وقال على حسابه على الفيسبوك: قامت إحدى المواقع اللبنانية بفبركة حديث ونسبته لي وتقوم بعملية ابتزاز، ولكنها لم تنجح حتى تلاقت إرادتها مع جريدة صفراء بغية خبطة صحفية، ولولاهم فرع في القاهرة سأقاضيهم. ولحد الآن ما صدر أي رد أو تصريح من حسام حبيب أو شيرين بخصوص هالقصة، لكن الكتار تضامنوا مع شيرين من خلال الصور والفيديوهات والتعليقات الداعمة. فحتى نوال الزغبي وجهت رسالة لشيرين على تويتر قالت فيها: كلنا شيرين عبد الوهاب، الفن الأصيل والقلب الأبيض تلبق للحياة الحلوة، منحبك كتير والله دايماً معك.